طبعا الاعلام مهم جدا، ووسائل الاعلام الدوليه كان ليها دور على فكره مهم في تغطيه انتخابات مجلس النواب في المرحله الاولى في 14 محافظه، وده وفق لتقرير اعدته الهيئه العامه للاستعلامات حول هذه التغطيه الاعلاميه لكافه المراسلين الاجانب المعتمدين لدى مصر لكي يتابعوا ويقرأوا الانتخابات البرلمانية أو انتخابات مجلس النواب على أرض الواقع. صحيح يا حساني، أتفق معك جدا، والحقيقة كانت في مراقبة دولية أشادت كمان جدا بسير العملية الانتخابية. عشان كده الحقيقة نتشرف جدا يكون معنا أستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط للحديث أكثر تفصيلا عن هذا الأمر. صباح الخير يا فندم عليك. صباح النور عليك وصباح النور أستاذ حسان. أستاذ أحمد، يعني ده مهم جدا طبعا يعني هذا الموضوع، وطبعا سارة هتبدأ هذا السؤال. بداية يا فندم، شفت إزاي سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى خلال الـ 14 محافظة؟ طبعا الخطوة دي بتأتي استكمالا للاستحقاقات الدستورية بعد الغرفة الأولى مجلس الشيوخ المصري وإتمام هذه الخطوة. تأتي انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، ويمكن برؤى العين أثناء التصويت أمس والمرور على عدد من اللجان، الحقيقة الملمح الجميل أولا بنشكر وزارة الداخلية التأمين المحترم والجيد لمقر اللجان، ما فيش مشكلة واحدة الحقيقة، ويمكن حتى كان رتب كبيرة جدا بتيسر على المواطنين عملية الإداء بأصوات. الملمح بس اسمح لي بس، نسبة الشباب الحقيقة كانت عالية جدا في نسب الناخبين ومن يقومون بالإداء بأصواتهم، وكانت الحقيقة حاجة مفرحة جدا بالنسبة لنا على المستوى الشخصي. كمان المرأة كان لها مشاركة واضحة أستاذ أحمد، يعني هل يعني هنا في رسائل معينة تقرأها من مشاركة الشباب بصورة كبيرة جدا والمرة أيضا في هذه الانتخابات؟ صحيح، ويمكن حتى القانون يعني نسبة الحصول الست المصرية على يعني مقاعد بالتشريعات الأخيرة كانت الحياة منصفة جدا للمرأة. طبعا حضرتك عارف ان العملية الانتخابية بيبقى فيها جزء صراعي، و يعني المسألة هتبقى صعبة شوية على السيدة المصرية. الحقيقة كان تكريم للست المصرية، والست المصرية الحقيقة يعني شابوه كل التحية، أحسن وزير مالية وأحسن وزير عدل هي الستات في مصر. يعني أستاذ أحمد اسمح لي، يعني القراءة بقى وكيف رأيت الإعلام الدولي ومتابعته لسير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى حتى الآن؟ هو طبعا تمت بنجاح كبير، وكانت الإشادات الدولية الأجانب ناصحين زي ما بيقولوا باللغة الدارجة، فالحقيقة كانت المتابعة لصيقة وجيدة وقريبة جدا من المقر الانتخابية. مرت بسلام المرحلة الأولى الحقيقة بدون شائبة تماما. الحقيقة لازم برضو ننبه الناس على حاجة مهمة في المرحلة الثانية اللي هتبقى إن شاء الله الـ 14 محافظة الباقيين، واللي هيبقى منهم محافظة القاهرة 7 و8 نوفمبر المقبل، إن زي ما بتقول وسائل الإعلام إن ده واجب انتخابي، هو الحقيقة حق انتخابي، يعني يجب عليك أيها المواطن أن تشارك لأن ده حق من حقوقك. برضو كان في ملاحظة في الانتخابات ديت، هي زيادة عدد المرشحين الحقيقة، وكان برضو منهم شباب، برضو المنافسة كانت قوية وملموسة في الشارع الحقيقة بين المرشحين المختلفين. صحيح. طب هل استاذ احمد هنا انت شايف ان يعني غرف العمليات التي انشئت يعني من قبل الهيئه الوطنيه للانتخابات، كما كان في غرفه عمليات مهمه من قبل التنميه المحليه او وزاره التنميه المحليه، وغرف العمليات الموجوده في المحافظه سواء كان في مبنى المحافظه او في مديريات الامن، دي ساعدت على تسهيل سير العمليه الانتخابيه بهذا الشكل الجيد، وزللت اي شكاوى او استفسارات سواء كان للمرشح او للناخب؟ صحيح بكل تأكيد، ونوجه رسالة شكر أيضا للسادة القضاء المصريين في اللجان الحقيقة ودورهم. العملية دي سهلت كتير، يمكن أبسط مثال
يكفي ان الواحد يحط ال 14 رقم البطاقه الشخصيه، بتظهر له فورا رقم اللجنه ومكانها بشكل محدد. الحقيقه كنت امل ان شاء الله في المرحله اللي جايه يتم التفكير ايضا من المنظمين للانتخابات المصريه بشكل عام، ان احنا نعرف المرشحين واسمائهم بطريقه الكترونيه بسيطه وسهله، وكل مرشح عمل ايه لمجتمعه، يعني في مكان واحد او بوابه واحده، هتسهل كثير الحقيقه في المعلومات. اشكرك على هذا التوضيح اللي قلتونا دلوقتي. هاتفين مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط استاذ احمد خليفه.